سيداتي نساتي سادتي، تحياتي لكم أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، أجواء أجمل قبل انطلاقة هذا اللقاء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وسعيد بالتواجد معكم. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. نتمنى أن تكون مباراة مثيرة كما هي العادة. حقيقة أنا سعيد جدا بالتواجد اليوم معكم، وأتمنى بأن تكون هذه المباراة مليئة بالندية والإثارة. ركلة هولندية تعلن عن بداية وانطلاقة أحداث هذه المباراة مشاهدينا في كل مكان. انطلاقة هولندية بالكرة، التقدم في مناطق الخصم، موجود الخطأ واضح هنا بدون شك. تصل لفان دايك، كرة تصل لديباي، فرصة هدف لديباي. مستحيل، ضاعت كرة كهذه أمام المرمى من مسافة قريبة، كان يجب التركيز على وضع الكرة في الشباك. علي، تسديدة لا تمر. مع وجود ديباي في التشكيلة ستكون هناك آمال كبيرة عليه. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. الله على تمريرة من ديباي، تسديدة مباشرة في يد الحارس. كرة خطيرة لهدف التقدم. الله على التصدي، لقطة خيالية. شوف حارس المرمى. بينفذ الركنية، مثال رائع في التألق والتصدي للضربة الركنية. ديلي بليند، الكرة تخرج من اللاعب بطريقة غريبة في اللقطة الماضية. رائع التدخل هنا، يأتي في توقيت مثالي لينهي الخطورة. ديباي، المساحة متاحة وفاضية في طرف الملعب. بيرسل لك كرة، تصدي لكن الكرة في الملعب. والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. البحث عن التقدم ولكن بدون استعجال في بناء الهجمة، لكن بناء غير منتهي هنا، كان في تباطؤ في لعب الكرة. استحواذ كبير على الكرة من جانب الضيوف في هذا اللقاء، لكن بشكل عام الأداء لا يعجب هذه الجماهير، لأنها تبحث عن الفوز، تتكلم عن الفرص، الفرص قليلة على المرمى، نتيجة بيعدي فيها، يتقدم فيها. مميز جدا حارس المرمى، شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، أي مرونة، يبقي الكرة بعيدا عن المرمى، والنتيجة كما هي بالتأكيد. هذه هي إذا نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. اليوم ديباي كان خارج الفورمة، ما نجح في تقديم أي شيء في المباراة ولا قدم الأداء المنتظر. الأداء السلبي في مباراة اليوم تأثيره على المرمى شبه معدوم، ما قدر يصنع ولا شيء في المباراة. نعود مشاهدينا مع الشوط الثاني، والتعادل قائم هنا بين الفريقين.
ستيفن بيرغوين. المساحة موجودة على طرف الملعب، هذه كرة هدف الآن. غريبة الفرصة، لماذا التسرع والتسديد بالقوة؟ حالة انفراد بحاجة لاستخدام المهارة للقوة بالتأكيد. ينجح في اعتراض التمريرة، لا يمكن أن تفقد الاستحواذ في هذا المكان. في وقت مثال يتدخل بيشتت الكرة بيخلصها في اللقطة الماضية. دامفريز، تدخل ناجح على الكرة. مرور رائع بالكرة، تسديدة ملعوبة قوية لكن تعتري العارضة. الآن إلى دكة الاحتياط بعد قرار التبديل في هذه اللحظات. بالطبع توجد مخالفة هنا، لكن الأولوية لإتاحة الفرصة. اللعب يتوقف مشاهدينا، لم تستمر الأفضلية، خطأ يحتسب الآن. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة البدلاء في اللحظات القادمة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ينطلق بالكرة الخطيرة، حالة تسلل يعلن عن وجودها حكم المباراة المساعد. دفاع ككتلة واحدة من الخلف بدون اندفاع للأمام. علي، فرصة خطيرة جدا على المرمى، كادت أن تكون في الشباك. دامفريز، الآن عند دي يونغ. فرصة والمساحة موجودة. شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. 9 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. بينية تحرك القلوب. دافي كلاسن، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. هجوم متواصل من المنتخب الهولندي بحثاً عن هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة. مالين، ضاعت الكرة، ضاعت الفرصة. يا الله على هذه اللقطة، حالة انفراد، أي لقطة بتضيع. فرصة الهدف الأول في الدقائق الأخيرة بتضيع في اللقطة الماضية. حلوة التمريرة البينية، روعة الكرة البينية. الله على التصدي، شوف الانفراد، شوف فرصة أخذ التقدم في الدقائق الأخيرة، لكن حارس المرمى يبقي الحظوظ والآمال. الله على الكرة. نهاية الوقت الرسمي والتعادل هو عنوان اللقاء.